بنت تتورط مع مروجي المخدرات، أم تهاجم عيال السعودية، مشهورة تشتري سيارة فارهة بسبب سب الناس، سقف قاعة يطيح على المعازيم. كل هذه الأخبار راح نعرفها في دلفن سعودي شو. معاكم أخوكم إبراهيم الطلاسي، خلوكم معنا. نعيش في هذه الأيام أوضاع صعبة بسبب انتشار المخدرات، وعشان كذا بدت حملة أمنية وطنية بجميع مناطق المملكة ضد مروجين ومتعاطي المخدرات، بعد ما صرنا نشوف أشياء تشيب الرأس بشبابنا وبناتنا في تخليص فتاة من أيادي المروجين. فتاة تواجدت في المنزل، يتم تقييدها إذا حاول الخروج من المنزل ومن ثم العودة وفك الفتاة. يجبر الفتاة على تعاطي مادة السناكس ليضمن عدم خروجها من المنزل. يا شباب ويا بنات، الفراغ ثم الفراغ، والله ضروري الواحد يشغل نفسه في أمور تفيده بالدنيا والآخرة، ويبعد عن ذا الطريق وخفاياه، لأن فيه حسابات من خارج السعودية تستهدف شبابنا. شوفوا هذا كيف كانت حالته قبل وبعد ما ترك الإدمان. رسالتنا الأخيرة شكرا لوزارة الداخلية وكل رجالات الدولة على جهودهم لمحاربة هذه الآفة. خلونا نشوف بعض الناس الأيام وش صافين عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقولة في ناس فاضية لهالدرجة تصف لاين بالساعات عشان تصور مع مراية؟ لا 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 لا، فشلتونا عند الناس، خلكم ثقيلين شوي، مو بكل شيء تمشون وراك إنكم غنم. لكن والله ما عرفت لكم إلا ذا الأجودية، فشلتهم كلهم. ما أقول إلا الله يهديكم بس. إلى متى المشاكل بين الجنسين مواقع التواصل الاجتماعي؟ علموني. كل فترة يطلع لك مشهور يهاجم الجنس الثاني بالكلام اللي ما له داعي. خمسة صفات بالزوج تعرفين فيها أنه خاين. عاد لا تزعلون علي، طلعت غلطانين تحملوا. لا تنجرفون لأي موضوع يسبب شو وشوشرة، لأن البعض يتكلم مواضيع تثير الجدل، ولما تنتقده راح وسبب لك مشاكل في ذا المحاكم وشرى له على حس القضايا جيب بورش ولا بنتلي. قاعة أفراح بالرياض طاح عليهم السقف، بالرغم أن القاعة في واحد من أحدث الأحياء بالرياض. الحمد لله أن القاعة ما كان فيها أحد، هذه المرة عدت على خير. خوفك بكرة بدل ما يكون عرس وفرح يصير حزن وندم. صرنا نشوف استهتار من المقاولين، يحط لك أي شيء حديد ولا خشب، أهم شيء يكمل المشروع وبدون ذمة وضمير. أحس اللي بيستاجر المرة الجاية قاعة بيتأكد من المقاول ومن الخرسانة ومن الجبس حتى، عشان يرتاح ويطمن باله. وهذه كانت آخر أخبارنا في The Love in Saudi Show. معاكم أخوكم إبراهيم الطلاسي، ولا تنسون تشتركون في قنواتنا، وسلام عليكم.